السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن تصميم شبكة المزرعة، عفوا تصميم شبكات الري للمزرعة الخاصة بك. لكن في الأول حبينا نشكر المهندس أشرف أبو مروان اللي لما سألناه على استفسارات في شبكات الري متأخرش عننا في حاجة، فنوجه له من هنا كل الشكر والتحية. طيب الحاجة التانية، حضرتك انت لما تكون عايز تصمم شبكة ري عندك خيارين، ان انت بتصمم تبع شركة او انك بتصمم شبكة ري للمزرعة الخاصة بيك. لو مزرعة خاصة بيك يبقى اول حاجة هتشوف انت عايز ايه من شبكة الري، عايز تروي ايه، ايه المكان اللي انت عايز ترويه، عايز تروي شجر، عايز تروي خضار، عايز تعمل رشاشات عشان تزرع محاصيل حقلية، بتحدد الهدف اللي انت عايزه. تمام. طيب لو انت بتتبع شركة هندسية لازم بعد ما بتصمم او تفكر تقول انا عايز اعمل 1 2 3، بترسم الرسمة بتاعتك على ورقة، وبعد كده لما ترسى على الشكل بتاعك من حيث ضغط المية ومن حيث عدد النقطات وعدد الليات تبدأ ترسم الرسمة بتاعتك اوتوكاد، وبعد كده تعرضها على المدير بتاعك المباشر. طيب اما لو بالنسبة انت في المزرعة بتاعتك خلاص انت مش محتاج ان انت تعرضها على حد، وبالتالي يكفيك الورقة، ان انت ترسم الشبكة بتاعتك في ورقة الاول، وبعد كده تبدأ تصمم التصميم بتاعك على ارض الواقع. لو انت مش عايز ترسمها وانت بما انك كل شوية تعدل والفكرة معلقة في ذهنك، خلاص ما عندكش مشكلة خالص. طيب دي المزرعة بتاعتنا، احنا لما جينا فيها كان الخزان الفايبر ده موجود معانا وعليه مخرجين اتنين فقط لا غير، لمقاليات 4 بوص، مخرج هنا اهو ومخرج الناحية التانية. انا عندي اللي ده اهو عايز اوديه لصالة 38 متر في 40 متر، المسافة من هنا لحد الصالة 100 متر. تمام. فانا عايز مش اقل من ضغط 3 بار 4 بار. تمام. ده الارتفاع ده ما بيدينيش غير 1 بار، وبالتالي ما عنديش ضغط مية. لكن احنا هنوريكم في الفيديو التاني ان المية على الوضع ده كويسة نوعا ما. لو انت مش عايز تجيب مطور سحب، المفروض تجيب مطور سحب تحطه هنا على الراس يسحب لك من الخزان، يضغط لك مية في اللي بتاعك، وان شاء الله احنا كده كده هنحطه. لكن لو انت مش عايز تحطه هتبدأ تشغل محبس او محبسين حد اقصى، محبسين عشان يتضغط عندك مية. تمام. اهم شيء عندك في شبكة الري النقاط. احنا زي ما قلنا برضو زي ما احنا قلنا كده، المهندس اشرف لما سألناه قال لك ان شبكة الري بتبدأ من النقاط، ما بتبدأش من المحبس ال4 بوصة. تمام. فالحتة بتاعتك ان انت بتبدأ شبكتك من النقاطات. طيب انت عايز النقاط ضغط يوصله ضغط 1.5 بار، فكده لما يكون انا عندي هنا 3 بار واوصل 100 متر مش هيديني 1.5 بار، هيديني 1 بار 3/4، فالضغط بتاعنا مش هيكون مناسب الا لو احنا شغلنا محبس واحد. طيب اول حاجة بنعملها ان احنا بنفرد اللي الرئيسي بتاعنا ده هو. تمام. لحد اخر نقطة احنا عايزين يوصل فيها مية، احنا عايزين اخر نقطة الصالة التانية دي يوصل فيها المية بتاعتنا، وعايزين نغذي الخلايا، بالتالي احنا عايزين لي المية بتاعته تكون مباشرة ما بتتقفلش خالص عشان دي خلايا، ولي يكون عليه محبس عشان نقفل ونفصل، نفتح ونقفل. يبقى انا ما عنديش غير مخرج واحد، هعمل ايه؟ اضطرينا ان احنا نجيب اللي بتاعنا من الخزان، طبعا هو مدفون هنا واخد معايا كيرف الدوران ده، وحطينا عليه محبس خاص بالجزئية بتاعة الري اللي هتفتح وتقفل. طبعا الجزء المكشوف ده مش هنقدر نزرع فيه دلوقتي، هنزرع في شهر 8 عشان الحر، والجزء بتاع المحمي ده عليه هناك محبسين، محبس في بداية الصالة من هنا ومحبس في نهاية الصالة، والاتنين بيقابلوا بعض في المنتصف. وطبعا هنوريكم في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي مقابلين بعض واللايات اللي احنا شدينها ازاي. وعندنا اللي ده واخد مباشر من الجزئية دي، يعني الجزئية دي من اول المحبس اللي هنا لحد المحبس اللي هنا المية شغالة فيها دايركت ما بتتقفلش، يعني المحبس اللي على الخزان ما بيفتحش ولا بيقفل، خلاص هو مفتوح وواقف على كده، متاخد منه مية لغرف العمال. تمام. ومتاخد منه مية لخلايا التبريد باللي 1.5 بوصة، وراكب هناك محبس 1.5 عشان لو حصل عندي عطل هنا
في اي خلايا من دول اقفل الميه، اقفل الميه. في ميه في محابس جوه على الخزانات مباشر، لو في عطله عندي في العوامه بتاعه الخزان يبقى انا عندي المحبس العامل مش هيطلع من الصاله ويجي يقفل المحبس اللي ورا، انما هو هنا في محبس رئيسي. المحبس الرئيسي ده ليه؟ لو انا عندي السده اتكسرت، السده اللي هي النهايه بتاعه اللي اتكسرت، مش هدخل العامل جوه عشان يقفل المحابس. طب المحابس دي بتدخل على جوه اوريدي في ميه في اللي، فلازم اقفل المحبس اللي هو موجود هنا، تمام. اما لو انا عندي عطل جوه في العوامات، في محابس جوه في العوامات، عند العوامات على راس الخزان في محبس، تمام. بعد ما بفرد اللي بتاعي ببدا اشوف انا محتاج كام محبس. انا محتاج هنا عندي هنا 3 محابس، في كل محبس 30 خط، وفي الصاله فيها محبسين عاملين 60 خط برضو، كل محبس فيه ايه 30 خط. فانا عندي احنا قلنا عايزين من 3 بار او يزيد، كلما زاد عدد البار بتاعك كلما كان الضغط بتاعك كويس، ده مش مشكلتنا، لكن ما يقلش عن 1.5 بار 2 بار، تمام. طيب لو احنا قلنا ان احنا الضغط بتاعنا هنا 1.5 عشان يوصل في الاخر، احنا قلنا مش هيكون في ضغط، مش هيضغط لي كويس. فكان القرار اللي احنا اتخذناه طبعا بمساعده المهندس ابو مروان، قال لك انك تحط اللايات بتاعتك الرئيسيه اللي هي 1.5 دي في نص البيت او في نص الصاله. لو تلاحظوا اللي ده كان في النص هنا عند الخشب اللي واقف هنا، مش عارف الخشب اللي ظاهر فيه النص ده، بحيث قال لك ان اللايات الصغيره الجي ار مش هتروي غير 20 متر بس، مش هيديك ال 40 متر، هيديك 20 متر فقط لا غير. فلازم اللي يكون في النص، وتمد 20 متر كده وتمد 20 متر كده. بعد لما احنا صممنا الجزء الاول اتفقنا ان احنا خلاص هنجيب دينامو، فقلنا خلاص سدينا جزء اهو وفتحنا اللي الحنفيه اللي رايحه كده، فهنمد اللي مره واحده 40 متر. ده كده باختصار شبكه الري، ان انت بتحدد الهدف بتاعك، بترسم الرسمه بتاعتك في راسك، بعد كده بتطبقها على ورقه عشان ما تنساش حاجه، وبعد كده بتبدا تنفذ. عندنا طبعا محطه التسميد دي بيركب عليها دينامو، بيرمي فيه اللي ده وعليه 6 بلف عشان ما يكونش في راجه فيدخل لي هنا، او ياخد ميه من اللي الخزان، بدل ما تسحب لا تعبي السماده، فلازم يكون في هنا 6 بلف عشان يمنع الراجع بتاع الميه. وعملنا محطه التسميد بتاعتنا اللي لسه ان شاء الله هنقفلها، بحيث ان لما السماد يدخل في اللي بتاعنا نفتح المحبس ده يضغط لي السماد مباشر. ما اقدرش ان انا اعمل المحبس بتاعي ورا الحنفيه، كده السماد هيروح لخلايا التبريد وهيروح للي اللي هيرمي لي اللي هو بيعبي السماده، لا. فزي ما احنا قلنا نرتبها كده، حضرتك بتبدا تفرد اللي الرئيسي بتاعك، وبعد كده بتطلع منه المخارج اللي انت عايزها، وبعد كده بتبدا تحط على المخارج بتاعتك محابس، وعلى المحابس بدايات، وعلى البدايات ليات بمربط صغير 3 ارباع، عليه حنفيه 3 ارباع، وبعدين عليه الليات اللي هي جي ار، تمام كده. ده باختصار طريقه شبكه الري. ان شاء الله في الفيديو الثاني هنكمل شبكة الري بعد لما شغلناها، ضغط المية عامل ازاي والشغل بتاعنا عامل ازاي، وهنتكلم عن الجزئية الثانية في الخزان. نشوفكم في الفيديو الثاني من شبكة الري. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.